صبحكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مرتفع ساحة الشهداء في مدينة باكو اللي تتميز بوجود منظر بنو رامي للمدينة وكورنيش المدينة، وفي الجهة المقابلة من الساحة توجد هذه الأبراج الشعلة ومسجد الشهداء المبني على الطراز العثماني. حبيت أخصص لكم هذا الفيديو للتحدث عن بحر قزوين. بحر قزوين اللي تشوفونه أمامكم هو أكبر بحار العالم المغلقة، أكبر بحر مغلق في العالم. والمياه اللي موجودة فيه مش مياه عذبة، مياه مالحة، وتعيش فيه أسماك الكافيار بكثرة، اللي تنتج بيض الكافيار المشهور للأكل، وهو يعني غالي جدا. الكافيار يعني غالي جدا ويعتبر طعام الملوك والأغنياء بسبب غلاء أسعار الكافيار. البحر هذا اللي تشوفونه غني وفيه كنوز كثيرة جدا من النفط والغاز الذهب الأسود، يعني عموما وتتشارك دول يعني تتشارك في ملكية هذا البحر وحقول الغاز والنفط اللي فيه عدة دول كالآتي: أذربيجان، تركمانستان، وإيران، وروسيا. هذا هو بحر قزوين. أكبر مدينة تطل على بحر قزوين هي مدينة باكو اللي أنا حين أصور منها. بحر قزوين، لو نتكلم عن تاريخ بحر قزوين، أول من وضع صورة البحر على خارطة هو ابن حوقل العالم المسلم، وهو كان مؤرخ ورحالة، مؤرخ رحالة، ولد في تركيا وتوفي في بغداد في القرن العاشر الميلادي. هو أول من وضع شكل هذا البحر على الخارطة أو رسم البحر على خريطة. البحر هذا أو من الشعوب اللي يعني استوطنت سواحل هذا البحر أو أقامت على سواحل هذا البحر هم مملكة الخزر، وهي مملكة يهودية. يعني اعتنقت اليهودية، ملك من ملوك الخزر اعتنق اليهودية، وطبعا إذا ملك كبير واعتنق ديانة يعني أكيد الديانة هذه راح يتم اتباعها من قبل قومه وأتباعه ومملكته. فهو اعتنق اليهودية وباقي قومه ومعظمية يعني معظم الناس في قومه اعتنقوا اليهودية كذلك، وصارت مملكة كبيرة تحكم الأراضي، خاصة الأراضي الموجودة على سواحل بحر قزوين. هذا يعني أنهم قوم مش من بني إسرائيل، ليسوا من بني إسرائيل. مملكة يعني قوم الخزر ليسوا من بني إسرائيل لأنهم اعتنقوا اليهودية. يعني شعوب الخزر هم شعوب متعددين الأعراق والأنساب، يعني بعضهم أتراك وفي بعضهم من الفرس وبعضهم وبعض الآخر أوروبيين قوقاز، فمتعددين الأعراق. هذول هم شعب مملكة الخزر. استمرت هذه المملكة يعني ككش يعني بشكل أو قوة نظامية إلى القرن العاشر، وبعدها كان يعني بعد هذا التاريخ يعني بعد القرن العاشر عاشوا يعني أصحاب مملكة الخزر تحت ظل وكنف الدولة الإسلامية أو ممالك المسلمين، يعني مثل على سبيل المثال الدولة السلجوقية وبعدها اليات الدولة العثمانية، وامتدوا وانتشروا في بقاع الأرض حتى وصلوا إلى يعني غرب روسيا وأوكرانيا وبولندا وباقي دول شرق أوروبا، وهذا اللي يفسر وجود يهود في دول شرق أوروبا بكثرة. هذول هم يعني أصولهم أو يعني تبعيتهم لمملكة الخزر سابقا. أهل الخزر طبعا هم يعني كانوا في حروب مع أكثر شيء مع ممالك الشرق تجاه الصين وروسيا الشرقية،
وقليل حروبهم مع المسلمين العرب، ولأنها كانت يعني دولة عظيمة الأمة الإسلامية يعني في هذا يعني التاريخ، هذا الوقت من التاريخ كانوا يعني قوة عظمى مع الدولة البيزنطينية، فكانوا ما يدخلون في حروب مع الدول العظمى. طبعا هذه هي سياسة ذكية، فكانت حروبهم محدودة وقليلة جدا مع هذه يعني مع المسلمين. بالإضافة لنا يعني بعض من شعوب مملكة الخزر كانوا مسلمين.